لعمر الإنسان الذي يولد بأن الاستهلاك ثم يموت ويتوفى بأن النذر. فكما يولد الإنسان يولد رمضان بهلال، وكما تنقضي حياة الإنسان بالانتظار ينقضي رمضان برؤية الهلال. والإنسان حينما يسير إلى الله تعالى في رمضان في هذا النموذج المصغر في رمضان وفيما بعد رمضان، فإن له من الآمال وله من الأحلام وله من العلائق التي يتعلق بها الشيء الكثير. ولا يقطع هذه العلائق وهذه الآمال لا يقطعها إلا صاحب اللذات ومذهب الآمال والذاهب بأحلام الإنسان الموت. فكلما كبر الإنسان في السن شب فيه هذا الأمل ولا يقطع هذا الأمل إلا الموت. لحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث حسن، يحرم الفؤاد يكبر السن ويشيب من حال ظهره ويسكم الشجر ديالو ويسكم شعره والأدم ديالو يهل، يهرب الفؤاد ويشيب منه الفتى، ومثل أنه في الكبار ديالو يشيب منه الفتى، هو في كل الفتى يكون واحد غاتل. يهرب ابن آدم ويشق منه اثنتان، حب الدنيا الأمل، حب الأمل الدنيا وحب المال، فلا زال يطمع في الأمل ويسوف وهو ذاهب إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن مما يشترك فيه رمضان بهذه الدنيا وهو
الخوف والغموض هذا اللي تعدوا عليه.